ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كلمات مهمه جدا عشان نقدر نوصف من خلالها يومنا كله بالانجلش من بدايه ما بصحى من النوم لغايه ما بنام. تعالى نمسكهم كده حاجه حاجه. اول حاجه انت بتصحى من النوم، فعلى عايز تقول ان انت بتصحى من النوم هتقول اي ويك اب. اي ويك اب لو عايز يعني تقول معلومات اضافيه، انت مثلا بتصحى من النوم الساعه كام، فتقول اي ويك اب ات 7 o'clock. 7 o'clock ده معناه ان انت بتصحى الساعه 7. بعد كده اول ما بتصحى من النوم كده انت فتحت عينيك. طيب بعد ما بتفتح عينيك انت بتقوم بقى، بتقوم دي اللي هي get up. get up اللي انت بتطنط يعني من السرير، get up، فهتقول I get up. بعد كده كأي بني ادم طبيعي هتقوم تاخد دوش، وتاخد دوش هي نفس المعنى بالانجلش. ممكن تقول حاجتين، ممكن تقول have a shower. have a shower او take a shower. take a shower. بعد كده بالنسبه للبنات هما بيحطوا ميك اب على وشهم، فميك اب ده اللي هو put on makeup. put on makeup. put on makeup. بالنسبه للرجاله هما بيحلقوا دقنهم، فهنا بنقول shave. shave. shave انت ممكن تشيف بقى الدقن اللي هي شيف دي اللي انت بتحلق. طيب دقنك اللي هي beard. 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 الشنب اللي هو مستاش. مستاش. وطبعا ما تنساش انت عايز تقول اغسل وشي، ف wash my face. اغسل شعري، wash my hair. طبعا قبل ما تنزل الشغل او قبل ما تنزلي الشغل هنحتاج نقول ان احنا بنكوي، فبنكوي دي بنقولها ان هو iron. 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 iron دي اللي هو انت تكوي. iron a shirt مثلا لو عايز تكوي الشيرت. بعد كده طبعا بتغسل سنانك. تغسل سنانك دي اللي هي brush my teeth. brush my teeth. I brush my teeth. طيب كده انت جاهز، تقدر تقول انت جاهز لأهم حتة في اليوم اللي هو انت تفطر. ف to eat breakfast. to eat breakfast or to have breakfast. eat or have breakfast. وبعد ما بتفطر طبعا هتلبس بقى، فتلبس دي تقولها ازاي بالانجلش؟ I get dressed. get dressed. get dressed ان انا بلبس. I get dressed. بعد كده لو انت عايز تقول يعني ان انا بسيب البيت يعني، فهتقول leave the house. leave the house ان انا بخرج او بغادر يعني المنزل. leave the house. طبعا الراجل بي leave the house عشان you go to work. go to work. go to work ان انت تروح الشغل. او الاولاد الصغيرين they go to school. go to school. بالنسبه للام ساعتها في الحاله دي هتقول ايه؟ هي هتقول I do the housework. I do the housework. housework اللي هو اعمال المنزل، اللي هي الاعمال بقى اللي هي التربيه والنظافه والحاجات دي كلها. I do the housework. طيب لو انت عايز تقول ان انا بركب عربيتي فهتقول I drive my car. drive. drive اللي هو انت بتسوق العربيه. بس انت لو عايز تقول بقى ان انا بركب مثلا ميكروباص او كده يعني، فهتقول I catch the bus. catch the bus. catch the bus. بعد كده انت او انت بتبدا الشغل، فبتبدا الشغل دي اللي انت بتقول start work. start work. start work. طيب في اي شغل كده طبيعي انت بيبقى عندك حاجتين بتعملهم في الشغل. اول حاجه بعد ما تشتغل فتره بيبقى عندك وقت كده تستريح فيه، فانا بتقول ايه؟ I have or take a break. take a break or have a break. ده الوقت الريست بتاعك، ده الوقت اللي انت بترتاح فيه. بتعمل ايه بقى في الوقت ده؟ انت بت eat lunch. بت eat lunch اللي هو الايه؟ الغداء. eat lunch. طيب بعد بقى ما بتاخد البريك بقى وبتاكل و eat lunch والكلام ده كله، انت قدامك حلين، يا اما طبعا بت finish work. بت finish work يعني انت خلصت الشغل. فهنا انت يا هت leave work. leave work ان انت بقى هتسيب الشغل وتمشي وتروح يعني. leave work. او ان انت هت work overtime. work overtime ان انت تشتغل وقت اضافي، يعني انت لو شغلك 9 ساعات واحتاجوك في الشغل وقت زياده ده اسمه اوفر تايم. تو ورك اوفر تايم يعني تشتغل فوق عدد ساعات عملك. بعد كده بقى لو عايز تقول انت خلاص هتروح هوم، فهتقول اي جو هوم. اي جو هوم. اي جو هوم. طيب ماشي، انت كده بقى انت كده مروح، فاكيد كده مراتك هتكلمك هتقول لك عايزه حاجات البقاله بقى، خضار فاكهه، حاجات مختلفه، اللبن، الكلام ده كله. فهنا انت هتعمل ايه؟ هتقول اي باي groceries. groceries. باي groceries. باي groceries اللي انت بتشتري الحاجات اللي هي متعلقه بالبقاله كلها بقى، الحاجات كلها يعني. هتشتري بعد كده بقى ايه؟ هتجو هوم براحتك. بعد كده هترجع البيت، فعايز انت بقى تعمل العشاء، فهتقول ايه؟ I cook dinner. I cook dinner. cook dinner. cook dinner ده انت بتجهز العشاء يعني. بعد كده بقى انت بتيت الدينر او بتهاف الدينر، انت بتاكل بقى العشاء ده نفسه. طيب لو عايز تقول بقى ان انا بنضف الترابيزه، عايز تقول انضف الترابيزه دي اللي هي clear the table.
clear the table. ده بعد العشاء انت عايز تنضف الترابيزه clear the table. خلاص بقى انت كده خلصت الشغل اللي عليك، فده بقى جه الوقت انت عايز تريح فيه. فانت قدامك حاجتين يعني غالبا الناس بتعملها. اول حاجه اللي هي قديمه اللي هو listen to the radio انت تسمع الراديو. تاني حاجه ان انت تتفرج على التلفزيون، وهنا تقول watch tv. مبدئيا كده طبعا وانت تتفرج على التلفزيون فانت هتعمل حاجه، هتشرب حاجه اللي هو انت drink ايه بقى؟ drink tea. لو عايز تشرب شاي drink tea، تشرب قهوه drink coffee drink tea. لو عايز تقول او تقولي بقى ان انت تغسل المواعين هتقول I do the dishes. ان انت بتغسل المواعين. طيب بالنسبه طبعا الشباب فهو مش بيحب يقعد بقى يقرا جورنال والكلام ده كله، هو بيحب go out. انت بتخرج بره. go out with friends انت تخرج مع اصحابك. go out عايز تقول مثلا انا بخرج مع اصحابي. I go out with my friends. بعد ما بتخرج بقى بتروح اهم مكان في العالم، انت go to a cafe. كافيه طبعا دي اللي هي الايه القهوه يعني. go to a cafe. طيب مبدئيا كده لو انت طالب فانت مش هتروح الكافيه ولا هتعمل الكلام ده كله، انت هتقعد عشان تعمل ايه؟ هتقول I do my homework. انت تعمل الواجب اللي عليك بتاع المدرسه. طيب ولو حضرتك ام قبل ما تنامي هتقولي ان انا يعني هنايم اولادي او كده احطهم في السرير، فهنا بقول ايه؟ I put the children to bed. ان انا بوديهم يعني سرير عشان انيمهم كده. حاجه ثانيه مهمه جدا، لو انا عايز يعني انا لو انا ام مثلا وعايز اقول ان انا هاكل اولادي او كده صغيرين، فمش بقول eat عشان هنا eat انا معناها انا باكل، فعشان دي انا سمعتها قبل كده، مش بقول I eat my children، لا هنا معناها انا باكل اولادي. انا بقول ان انا عايز باكل اولادي، فهنا بستخدم فريب اللي هو feed. So I can say I feed my children. ممكن برضو to feed your dog يعني تأكل كلبك، أو to feed your cat لو أنت عندك قطة تفيد الكات اللي هي القطة. بعد كده طبعا الواجب الرسمي على أي راجل مصري إن هو take out the trash. إن أنت هتاخد الزبالة تنزلها تحت. take out the trash. بعد اليوم الطويل ده بالنسبه للام والاب والاولاد هنعمل اجمل حاجه بقى في الحياه، ان انت هت go to bed. ان انت هتروح بقى عشان ايه؟ تسليب. ان انت هتروح عشان تنام. وده كده كان يومك باختصار، وكذلك بقى تبدا تعيد بقى الايام كلها. طيب احنا كده خلصنا الكلمات اللي هتحتاجها عشان تعرف تتكلم عن يومك، بس عايز اقول لك حاجه كده صغيره. انت دلوقتي عندك 20% بس، يعني انت برضه لسه ستيل مش هتعرف تتكلم كويس جدا عن الحاجات دي. طب ايه اللي ناقص؟ ببساطة انت عندك معلومات، يعني عندك knowledge. knowledge دي بنسميها دايما في اللغة 20%. طب ال 80% ايه؟ 80% انك انت محتاج ممارسة، محتاج ان انت كل يوم بقك ده يتحرك كده وتبدأ تتكلم انجلش مع حد. فعشان كده لو حابب احنا بنعمل في سبيكليش ورك شوبس مجانيه خالص، تقدر تيجي تحضرها، بتبقى يوم الجمعه ويوم السبت. دي بتبقى حاجات زي الكونفرسيشن كلاب بتروح عشان تمارس اللغه، الموفي كلاب بتتعلم انجلش من الافلام، جرامر مونستر بتعلم الجرامر بشكل جميل جدا، امريكان اكسنت ورك شوب بتتعلم الامريكان اكسنت، عندك ليسننج سيشن. فالحاجات دي كلها تقدر تحضرها فور فري معانا. الفكرة كلها ان انت لازم بقك ده يتحرك، فانت ده هيفيدك جدا ان انت تعوز تتكلم انجلش. وحاجة تانية مهمة جدا، عايز ان انت كل واحد فيكو يبدأ يتكلم في الجمل البسيطة دي، عايز كل واحد يكتب الحاجات دي ويبدأ يستخدمها ويكتبها لي في الكومنتس، يبدأ يحكي يوم وكده هو بيعمل ايه، يختار الحاجات اللي هو بيعملها ويبدأ يكتبها في شكل جمل ويكتبها هنا في الكومنتس. انا كده خلصت وشكرا ليكو، باي باي.